يقول السائل: هل للمصلي في أي ناحية من نواحي المسجد الحرام نفس ثواب من صلى داخل صحن المسجد؟ يا أخي الحمد لله، كل ما هو داخل أميال الحرم كله تضاعف فيه الصلاة، كله الحرم، كله المسجد الحرام، كل ما هو داخل الأميال الذي لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، هذا كله المسجد الحرام، وتضاعف الصلاة فيه الواحدة بمئة ألف صلاة. إذا صليت في العزيزية ولا في أي مكان من مكة فصلاتك مضاعفة لأنك في المسجد الحرام، والحمد لله. نعم.